بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. الآن حنتكلم عن العلاقة بين الـ enumeration والـ interface. لاحظ معي، نجي هنا عن جافا، نقول جافا interface. لو أنا أنشأت interface، هذه الانترفيس سميتها ماي انت او ماي انتر، خلينا ماي انترفيس ماي انتر خلاص. وهذه الانترفيس وضعنا بداخلها دالة واحدة او ميثود واحد. جميل، نيجي الان للماي انترفيس وقلنا مثلا بابليك فويد تراي انترفيس، مثلا دالة اسمها try interface. الحين احنا نعرف انه لو سوينا implement لاي كلاس لازم نطبق try interface، عفوا. طيب العلاقة الان انه الانم يقدر يسوي implement للانترفيس، implement، لاحظ implement لمين؟ my enter، بنفس الطريقة اللي كنا نتكلم بها في الانترفيس والكلاس. لازم لاحظ، لازم هنا كل واحد منهم يطبق مين؟ يطبق اللي هو، لا يطبق عندنا اللي هو نقول public void try interface. لاحظ الآن ايش اللي صار، لاحظ ايش اللي صار، طبقنا هنا ما كتبنا بداخل كود، بس على الأقل وضعنا الدالة لو فارغة، خلاص احنا سوينا implement لمين؟ للماي انتر. طبعا هذا في له ميزة، ايش الميزة؟ انه لو احنا زي ما ذكرنا اول، لو كان عندنا دالة مثلا كتبنا public void مثلا read interface، مثلا كتبنا هنا my enter i، هذا يعطينا انه اي كلاس مسوي implement للماي انتر اقدر امرره هنا، اي انم مسوي امبلمنت للماي انتر اقدر امرره هنا. فهذا يعطيني مرونه في البرمجه، هذا يعطيني مرونه في البرمجه. فاللي ابغاك تفهمه انه الانم يستخدم الانترفيس، برضه يقدر يسوي امبلمنت للانترفيس. فهذه هي الفكره الاساسيه. يعني لو كان عندنا مثلا اللي نجي هنا كمان انشئ مثلا اقول له جافا انترفيس، اقول له ماي انتر 2. طيب الآن هنا أجي أقول مثلا public، طبعا هذه افتراضيا هي public لأنه void، طيب لأنه لازم تسوي لها أنت implement في مكان آخر، void مثلا dummy. جميل، جيت هنا للجندر أقول له my enter 2، هيقول لي لازم تطبق، فأجي أطبق void dummy. لاحظ شال الخطأ الآن، معناته إن الإنام برضو يطبق أكثر من إنترفيس. فهذه العلاقة بين الإنام والإنترفيس. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.